تبدأ بأهم وقفات قتالية في منهجنا على اسم الفن إنيجما شينوبي. إنيجما شينوبي جيتسو. الآن هنفهم إيش معنى إنيجما. إنيجما تعني كلمة غموض أو تتوه اللي قدامك. هل أنت في وضعية قتالية نينجاك السابق داكن كمان جيمانجين كمان إتشومانجي هيرا هولكو، أو يا ترى هل أنت ملاحم أو مصارع أو كاراتيه أو جوجيتسو أو مقاتل سومو أو ماي تاي أو كيك بوكسينج أيكيدو، أيا كان أي رياضة حتى تخطر ببالك هتلاقي نفسك واقف فيها بوضعية إنيجما، وضعية الغامضة في القتال. حبدأ فيها درس رقم واحد من شي زين كماي. أول شيء تسويه تقدم رجلك اليسار للأمام، أصابع قدمك تكون متجهة 45 درجة. من بعد الشيء هذا هي الخطة الثانية، ترفع يدينك لأعلى قضية قتال سريعة بالملاكمة للجانب. شي زين كماي لك، هذه هي وانتر. الحين ناخذها في حركة واحدة نيجما ستانس القتال الغامض. بإمكاني أيضا أرجع كده الحين لخلف، الخمشين والأمامية تكون متجهة 45 درجة. هل الحين داخل تبين إنك جاهز للقتال العنيف داخل حرب. اوكي، هذه الوضعيه ما تخرج بوضعيات قتاليه فكريه او جيت كوندو او ايا كان اساليب مرونه راقصه، لا اساليب خشنه. القتال اذا قررت انك تخش بقتال عنيف او خشن تبدا من وضعيات إنيجما شينوبي جيتسو، وهي وضعيات الخاصه بالقتال. الان نجي نتعلم طرق التحرك من هذه الوضعيه. الحركة الأولى منها الخطوة الأمامية. الخطوة الأمامية من نفس الاسم، تحرك بالقدم الأمامية للأمام. حركات قتال النينجا الغامض، النينجا العربي. القدم أيضا وصلنا فيها بهذا الشكل بتجاه 45 درجة. أبدأ أتحرك بالقدم الأمامية للأمام ثم أسحب بالخلفية. هذه الحركة الأولى. بعدين لاحظ، واحد اثنين واحد تو ثري زين، راح تحصل من درجة اثنين نعم. اوكي، هذه الطريقة الأولى في وضعيات إنيجما ستاند. الحين ناخذ الحركة الثانية. كنا نتحرك بالقدم الأمامية، الحين هنتحرك بالقدم الخلفية. نفس الوضع، القدم الخلفية. هتحرك فيها ب خطوة أمامية. مش بالجانب. ما هو بالجانب تتحرك تمشي، لا. أمشي تحت للأمام. كيف تتحرك ناحية خصمك. من هنا، أوكي. واضح؟ Again. حركة الخلفية أيضا الأمام. في هذا الشكل. بين أنك مقاتل هني ما شنو بجيتسو. هذا الفن اللي أنت قاعد تتعلم الآن. للجانب. واحد. اثنين. نتعلم كيف نتقدم ونرجع. هيا جاهز للهجوم وجاهز للدفاع. اوكي، سلو موشن، حركه بطيئه. واحد اثنين واحد اثنين هيا اوكي الخطوة الثالثة إنيجما شينوبي جيتسو. أيضا من نفس الوضعية الأولى أتحرك
القدم الاماميه من اي جانب الابتعاد عن لكمه الفصل او رحله الفصل ثم العوده لنفس المكان. واحد اثنين واحد اثنين بهذا الشكل. كان الوضعيه رقم ثلاثه سلو موشن وقت وقت يم وقت تل حركه قدم الجانب الراس باتجاه القدم ثم العوده بالراس والقدم معا. او شيء تحرك القدم ثم الراس ثم يعود سوا. واحد اثنين ثلاثه حركه الشكل الطبيعي. اوكي بهذا الشكل. الوضعيه الرابعه التحرك بالقدم الاماميه ثم القدم الخلفيه ايضا كوضعيه تاي سباكيا او هروب من هجوم الخصم المبارد من او السري السريع. نفس الوقفه نيجما ستانس واحد اثنين اذبحه بالقدم الخلفيه. Again. 1 2 3 كان نفرض الخصم بدا يدخل علينا بحركه سريعه ركله سريعه لكمه سريعه ابدا ابتعد اخلي الخصم يبدا يتحرك في مكان فاضي وفارغ. 1 هيا خصم بدا بحيث انا استطعت اسلمه معي. لاحظ فوائد الحركه هذه محاصره الخصم ايضا والقتال. اوكي لاحظ فسهل علي اني هاجم من هذا المكان. اجين لاحظ جدا اجين هيا نعم زي ما اخذنا 45 درجة. اوكي عن طريق القدم الامامية نفس الحركة الأولى. واحد اثنين خطوتين بعدها اتحرك بالقدم الخلفية 45 درجة. واحد اثنين اوكي للأمام بشكل الصورة أوضح. واحد اثنين ثلاثة اوكي شكرا حركة الناحية هذه. واحد اثنين واحد اثنين اثنين بالشكل. واضح؟ هذه الحركة رقم خمسة. الحركة رقم ستة التبدل في المكان نوعية انيجما. لاحظ القدم الأمامية الخلفية حتصير مكان الأمامية والأمامية حترجع مكان الخلفية عن طريق القفز. واحد بالشكل هذا. وانا اريد ركز الاقدام بليز الصوره اسفل. واحد اثنين ثلاثه واضح الحين الجانب. واحد تو واحد تو اوكي واحد تو بي فور فايف ست اوكي شغل واضح. ناخذ الحركة السابعة لنيجما شينوبي جيتسو القدم أيضا 45 درجة. لاحظ الخلفية تتحرك ناحية الكعب الأمامي ثم تنطلق بالأمامية للوضع المعهود في نيجما شينوبي جيتسو. Again. واحد اثنين اوكي واحد اثنين اوكي واضح.
هذه القضية رقم 7 قضية رقم 8 مهمة جدا. كم من نفس الوضع السابق، لاحظوا الأمامية تكون ثابتة، الخلفية تتحرك للأمام تعود دوران مرة أخرى. أيضا مرة أخرى سلو، حركة بطيء. واحد اثنين، هذه الوقت رقم 8. وقت رقم 9 العكس، الأمامية تعود للخلف، الأمامية تعود للخلف نفس الحركة. واحد اثنين again، لاحظ القدم. واحد اثنين، الدوران كله يكون على القدم الخلفية again. واحد ها، هذه فائدة الحركات التحرك داخل القتال، من خصم لخصم، التنقل من خصم لخصم. لما تكون مع الخصم هذا جاك الخصم الثاني هنا الخلف، تحرك مع هذا جاك هذا اوكي رجع هذا، هذه فائدة الحركة هذه. آخر وضعية رقم 10 شبيهة بالمواي تاي أو الكيك بوكسينج، خاصة بتحرير الخصم. نفس الوقفة أبدأ بنقصة القدم الأمامية، واحد اثنين ثم تقدم 1 2 اوكي. دمج اول حركه او التحرك الاول مع عشر او اضافه الرقصه بالقدم الاماميه. لاحظ من هذه الوقفه 1 2 1 2 عكس 1 2 1 2 اوكي ما يستغل فائدة الرقص بالقدم هذا في الريموشن والجيتسو، تحيير الخصم اثناء القتال. واضح؟ كانك متحفز للانطلاق بحركة. واضح؟ هيا! واضح؟ وصلت؟ اوكي. هيا! من نفس الوضعية، حبدا مع خصمي القتال. واحد اثنين، طبعا ما حد هو الشيء اللي حيصير، هذا الرجل جاهز على الركض، هذا الفروق القتالية تركض بالخلفية. اوكي؟ واضح؟ بس هذه مرة حركض بالقدم الأمامية. واحد اثنين، شوف اجين. لاحظ. سيطرت على القدم. بإمكاني من هنا. أجين. لاحظ بإمكانك تأخذ الرقصة بهدف التقرب للخصم. لاحظ بينما تكون الخصم بعيد لكن ما حتوصل. فلذلك تحاول أنك تقرب. أوكي. أوكي أجين. لاست تايم آخر مرة. آخر مرة عشان نختم ركز معي. 1 2 3 4 اوكي حركة سهلة جدا. بعد هذه خطوات ليج مع الشيلة بالاسم.